بكر بن عبد الله. انا منسق الابلكاسيون ايام في تونس كنابيل امباسادور. الابلكاسيون ايام هي ابلكاسيون بو موبيل باش تعمل بها تصاور تعمل دي فيلتر. سيت ان ريزو سوسيال كبير برشا كيما الانستغرام. نسمع في الانستغرام غدوه عندنا كونكور يبدا الصباح حتى تاع الصباح نتقابلوا في اوتيل تونيزيا بالاس في لافني اخر لافني قبل باب حر. عندنا نفطروا مع بعضنا فطور الصباح تي برانش. انا بعد اون كونفيرونس مع كارتاجينا باش حكينا على تاريخ المدينه. انا بعد السوشيال ميديا كلوب باش يعمل انترفونسيون باش يحكي على لي ريزو سوسيو موبيل وعلى المفتوح موبيل. وعندنا انترفونسيون سبيسيال اون ديريكت مع سيفيرين اللي هو لهب ايام في برلين اللي هي مقر التحمل الاجتماعي. ابارتي من 11 تاع الصباح ونشوفوا نسكنوا مع بعضنا في المدينه سولو ان اتينيغير كنا ديجا بريباري على افونس باش نعملوا تصاور. الناس كل كي كالعادة أيام أغاك سمارت فون غير مصورة غير حد شيء جست سمارت فون. وبعد حكيت من الساعة نرجع للوتيل باش ناخذوا 50 تصويرة تاع كل متباري تاع كل مشارك معنا في الكونكور. وبعد الجوري باش يختار أعز تصويرة الأولى والثانية والثالثة. بالنسبة للأولى باش تربح جائزة سمارت فون HTC One X من إهداء تونسي تيليكوم. التصاور باش يخرجوا بديزاين بريمونت كانون اللي هو سبونسور نتاعنا الثاني. وكما قلت لكم معنا ايام كوميونيتي تونيزيا كارتاجينا وعنا توزيع سبونسور بلينك وتنهضر لكم.